أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب
هب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا رب جعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صل لربك وانحر.
إن شانئك هو الأبتر. الله صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي. لا